اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إخواني الأعزاء، هذا المبلغ هو 400,000. طبعا احنا نوصل للعوائل المتفقهة. اول شيء التفقه، لانه هو هذا شرط اساسي يعني. ثاني شيء نشوف العائلة انه مخمسة، لازم عندهم رأسين خمسية، والا صلاة بدون رأسين خمسية تبطل. ثالثا عائلة تكون محتاجة فقيرة، فنخليهم يصلون بيتهم. زين، هاي الشرائط اللي جاي نبحث عنها. صحة القراءة، لابد انه يكونون مثل مواظبين على الدرس او يسمون درس من الانترنت، وعندهم اشكالات معينة جاي راسلونه، فلابد نطلع على امرهم، ما نعطيها اعتبار، نعلمهم الطريقة الصحيحة لاداء الصلاة. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. لابد نعلمهم الطريقة الصحيحة. وتعرف مثل ما تعرفون وابيها تفاصيل صلاة، فنشوف العائلة المتفقهة. احنا ما نعطي كل عائلة، العائلة المتفقهة بالدرجة الأولى والمحتاجة بالدرجة الثانية، عودها شيء ثانوي حتى نمشي أمورهم. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. أنا أحسب لي هذا سمهم. جزاك الله خير جزاء. واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، أربعة. هاي 400,000. هاي صلاة سنة. ثلاثة أيام. هسه أعطيك الاسم. ثلاثة أيام صلاة الآيات. جزاك الله خير.